ketika kalian bermusuh-musuhan kemudian kami jinakkan hati-hati kalian. Ya Allah, ingatkan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kita kaum muslimin dalam bentuk ukhuwah. Ingatlah kalian sebelum datangnya Islam, kalian bertikai, berpecah belah, bermusuh-musuhan, tetapi dengan datangnya Islam kalian bersaudara. الله إليكم شيخنا هناك من يقرر أن الإنسان يأخذ العلم من كل من عنده علم، بل لو أن إنسانا عنده علم ولكن لا يبدع الجهم بن صفوان قال أترك عدم تبديعه وخذ منه العلم، فهل هذا التقرير صحيح؟ ما هو صحيح، لا يؤخذ العلم إلا عن أهله المستقيمين عليه معروفين به. أما الذي يروج البدع ويهون من شأنها فهذا لا يؤخذ عنه العلم، لأنه يؤثر على من جالسه، من تعلم عليه ويتساهل أمر البدع. وإذا وصل الأمر إلى أن الجهم بن صفوان لا يبدع، فمن الذي يبدع؟ جهم بن صفوان كفروه لأنه يقول القرآن مخلوق، إن الله لا يتكلم، جحد صفة من صفات الله، جحود ونفي، فوصف الله بالنقص والعياذ بالله. الله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون أصناما لا تكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم الذين اتخذوا العجل؟ قال الله جل وعلا: ألم يروا أنه لا يكلمهم. وإبراهيم عليه السلام قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فهذا الذي يقول إن الجهم مبتدع فقط أو لا يبدع، هذا في الحقيقة يروج البدع ويهون من شأنها. نعم.